يا فيصل، تعرفون يا شباب الإعلام الآن في ناس أصبحوا ما شاء الله أمورهم المادية مرتاحين فيها بسبب الإعلام، عرفوا شلون يستغل الأمور. هذا هو الهدف الأساسي اللي أنت جاي له. الهدف الأساسي اللي أنا جيت وخليت أسرتي هو أني أبني اسم، وأنا أقول له يعني في وقتنا الحالي أنتم أمامكم فرص كبيرة خاصة في برامج الواقع. يعني ما كان في إعلامي يبدأ في 3 شهور ويطلع نجم، ما فيه.